في مصر منحت إذاعة خاصة مستمعيها فرصة الجلوس أمام الميكروفون والتحول إلى مذيعين ليوم واحد. المبادرة جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته الأمم المتحدة في 13 من فبراير من كل عام. احتفالات هذا العام بحسب اليونسكو تأتي تحت شعار الحوار والتسامح والسلام. انرجي دايما بتحتفل باليوم العالمي للاذاعه، فبنجيب معانا مستمعينا بيكونوا مذيعين ليوم واحد، والنهارده معايا ايه نصر. بمثابره وتركيز تدخل ايه مقر احدى الاذاعات المصريه الخاصه لتحقق حلمها بعد ان اختيرت من قبل اداره المحطه لتكون مذيعه ليوم واحد، في خطوه تنفذها المحطه احتفالا باليوم العالمي للاذاعه الذي يوافق 13 من فبراير. انا بحب الاذاعه جدا، بحب اسمع اذاعه اكتر ما اتفرج على تلفزيون. بس فاشتركت في يوم الاذاعه العالمي، كانت مسابقه عاملينها على السوشيال ميديا واختاروني. نفسي اقدم برنامج لشباب اللي تحت 20 سنه. انا عايزه الفئه اللي تحت 20 سنه دي اتكلم عنها واتكلم معاهم، اللي هو مش مذيع ومستمعين والجو ده، لا احنا اصحاب طالعين ندردش شويه مع بعض، نسمع مزيكا بنحبها. وتشترك ايه مع باسم المذيع بالمحطه اليوم في تقديم برنامجه الذي يسعى من خلاله الى مخاطبه الشباب بشكل مختلف وبطريقه تناسب تقدم التكنولوجيا. بنختار المواضيع بتاعتنا من خلال السوشيال ميديا، بنشوف الناس بتتكلم ايه على السوشيال ميديا، فبنختار مواضيع منها وبنتكلم عليها. بنشوف الناس تجاربها في الحياه عامله ازاي، اصحابنا الناس اللي حوالينا في الشغل بنتكلم على المواضيع دي. بنشوف الناس عايزه تسمع ايه وهي في العربيه وهي في الزحمه، لان طبعا ده هم كبير والناس تبقى زهقانه. فالهدف الاول والاخير بالنسبه لي انا شخصيا كباسم، انا لازم المستمع اللي يكون بيسمعني لازم يكون متسلي بكل الطرق. وشهدت الإذاعات في مصر تطوراً في الشكل والمضمون منذ بداية انتشار الإذاعات الخاصة مطلع الألفية الثانية. الإذاعة المصرية كانت بتتناسب وبتتماشى مع إيقاع الوقت اللي هي كانت موجودة فيه، بتتماشى مع إيقاع الحياة. إيقاع كان أهدى، إيقاع كان أبطأ، ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه ترندز بتتغير كل يوم، فبالتالي كانت طبيعتها مختلفة. فالإذاعة الحديثة بتاعت اليومين دول اللي بنسميها الـ FM يعني حالياً، هي بتتماشى أكتر مع الشباب، بتتماشى أكتر مع التارجت أودينس، مع الفئة المستهدفة، مع إيقاعهم السريع، مع أنهم عايزين يسمعوا مزيكا وأغاني أكتر. الناس ما عندهاش وقت تقعد تسمع رغي كتير. صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة. البث الإذاعي في مصر بدأ في منتصف فترة العشرينيات من القرن الماضي، وكان عبارة عن إذاعات أهلية، بينما بدأ بث الإذاعة الحكومية عام 1934. حلم آيه أن تكون مذيعة ولو ليوم واحد فقط يتواكب مع اليوم العالمي للإذاعة، وهي الوسيلة الإعلامية التي تقول الأمم المتحدة إنها تصل إلى عدد من الناس يفوق أي عدد تصل إليه الوسائل الإعلامية الأخرى. كريم مسعد، الحرة، القاهرة. تزايدت في الأونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الاحتباس الحراري التي تساهم في تغير المناخ، وإلا فإن العالم سيكون أمام تبعات خطيرة لهذه الظاهرة، تطال البشر قبل الحجر. الزميل جرير دبابنا يشرح لنا في العرض التالي هذه الظاهرة، أسبابها ونتائجها والحلول الممكنة لها. على كوكبنا كوكب الأرض ثمة بيئة قابلة للحياة، لا حر تستحيل الوقاية منه ولا برد يستعصي على الاحتماء، بيد أن ذلك التوازن أصبح في الآونة الأخيرة مهدد بالغازات الملوثة للهواء والمنبعثة من المصانع ومن المحركات أيضا. حسب العلماء فإن البشر يلوثون الغلاف الجوي بأكثر من 110 ملايين طن يوميا من غازات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب في حبس مزيد من الحرارة داخل الغلاف الجوي. نتيجة لذلك تتأثر موازين الطبيعة، أعاصير مدمرة في هذا المحيط أو في ذاك البحر. ففي العام الماضي وحده تسببت الأعاصير في خسائر بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة على سبيل المثال. ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات يعتبر أيضا مظهرا آخر للكوارث الطبيعية المناخية التي تهدد حياة البشر، وطمرت بالفعل بعض الجزر وقامت بتهديد عدد كبير من الجزر بالزوال نهائيا نتيجة طمرها تحت منسوب ومستوى
البحر. الجفاف وحرائق الغابات في كاليفورنيا واليونان في العام الماضي يأتي ذلك كله فيما قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن متوسط درجات حرارة سطح الأرض في 2018 كان أعلى بمقدار درجة مئوية واحدة عن مستوياتها قبل الثورة الصناعية. وفقا للمنظمة الدولية فإن السنوات الأربع الماضية كانت أحر سنوات مسجلة وسط مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة بأنه بات قريبا من مستويات تعتبرها معظم الحكومات خطيرة على كوكب الأرض. في هذه الأثناء يرى بعض الباحثين والخبراء بأن ذوبان الجليد في منطقة جرينلاند يذوب بسرعة بلغت 4 مرات أكثر من معدل ذوبانه منذ 15 عاما مضت، فيما يحذر العلماء من أن المشكلة هي مع زيادة معدلات تصريف الثلج من قبل بعض الأنهار الجليدية الكبرى. لكن الأخطر هو أن الكميات الكبيرة من الكتل الجليدية هذه ستغادر كمياه ذائبة مثل الأنهار والتي ستتدفق بالنهاية وتصل إلى البحر، وهو الأمر الذي يهدد بغرق مدن ساحلية بأكملها. وسط هذه التحذيرات فإن بعض الدراسات ترفض الربط بين تغير المناخ والإنسان مباشرة، لا سيما فيما تصفه بفرادة الظواهر المتطرفة، وتقول إن هذه الظواهر طبيعية وتمر بها الأرض بين الفينة والأخرى. في آخر أخبارنا للنشرة، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية نازا أن المركبة أبروتونتي التابعة للوكالة والتي تتواجد على سطح المريخ في مهمة استكشافية منذ 15 عاما لم تعد تعمل. وأضاف مدير البعثات العلمية في ناسا توماس زوروبوشن إن مهمة أبروتونتي قد انتهت رسميا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن المركبة قامت برحلة ملحمية استمرت لسنوات، جمعت خلالها كميات كبيرة من المعلومات حول الكوكب الأحمر وقضت فترة أطول من عمره المفترض. وقد تعطلت المركبة في 10 يونيو من السنة الماضية إثر عاصفة ترابية قوية غطت كامل كوكب المريخ. نشير إلى الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك إنه تم قصف موقع كان يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوبري. وأضاف السلاك في حسابه بموقع تويتر أن هذا القصف يأتي في إطار التنسيق المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب. إلى اللقاء.